الموضوع في غاية الخطورة. ليه أنا بقول في غاية الخطورة؟ لأن هناك رباط ما بين تم تحضيره في فرنسا بقصة السترات الصفراء واللي بيحصل في الجزائر. خلي بالك، مش هقول أكتر من كده، مش هدي تفاصيل. وما هو أخطر بقى، ما يدور في فنزويلا النهاردة. روسيا والصين كشروا عن أنيابهم في المشكلة اللي موجودة في فنزويلا ما بين السلطة الحاكمة والرئيس مادوري، وما بين جموع من الشعب الفنزويلي. روسيا والصين أعلنوا تأييدهم إلى الرئيس الشرعي المنتخب مادوري، وأمريكا وحلفائها أعلنوا تأييدهم للرئيس المؤقت اللي هو رئيس البرلمان. وذهب مندوب رفيع المستوى واحدة ست من فنزويلا، مسؤول رفيع المستوى من فنزويلا إلى روسيا الاتحادية يطلب النجدة والمساعدة، والتقى مع وزير خارجية روسيا وعقدوا مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء. ثم قامت المسؤولة رفيعة المستوى من فنزويلا بإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية على عدد من القنوات الروسية، إحداها قناة روسيا اليوم باللغة العربية،